السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة سميرة دي زاد. نحييكم أحلى تحية ونقول لكم يومكم طيب معطر بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو تاع اليوم فيها أروع وأجمل وصفة لتارتولات بالفراولة. راح نخرجوا على المعتاد، راح نبعدوا على ديك كريم باتيسيير وكريم ديبلومات، راح نعملوهم بواحد الحشو من أطيب ما يكون، اقتصادي، فيه زوج مكونات فقط، بدون جيلاتين بدون بكتين. احنا عملوهم كذلك بعجينة هشة تدوب في الفم، ونزينوهم بكريمة كذلك من أروع وأطيب ما يكون. الشكل راه هنا أمامكم. إذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوناش بجام، ما نشوقكمش بزاف ونخليكم تكتشفوا الوصفة. نبداو بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير. في الوعاء ديالي عندي هنا 125 غرام بمارغرين بدرجة حرارة الغرفة، راهي طرية. راح نحط عليها ملعقة صغيرة من الفانيلا، رشة تاع الملح، نزيد عليهم ملعقة كبيرة من سكر بودرة، سكر ناعم، من الأحسن نغربلو السكر ديالنا باش نتفاداو أي حبيبات، ونزيد ملعقتين كبار تاع الزيت اللي حيعطونا هشاشة في هاد العجينة ديالنا. نزيد عليهم ملعقة كبيرة من النشا اللي حتى هي كذلك من الأحسن نغربلوها. هاد المكونات مع بعض هكذا بالأيدي حتى تحصل على خليط يكون كريمي ومتجانس. تستعمل لوباتور، تقدر تستعمل لوباتور، راح تجيها هكذا سهلة وتمتم تحضريها. نزيد هنا في هاد المرحلة حبة بيض تكون صغيرة، اصغر حبه بيض عندك هي ديريها، ولا كان البيض ديالك كبير ديري نص حبه برك. انا البيض ديالي صغير دونك ندير حبه بيض كامله. نزيد نخلط هاد المكونات مع بعض حتى يندمجوا مع بعضهم البعض. هذا واحد الخليط كريمي ما شاء الله، لازم يكون كوم اون بوماد. هنا الان في هاد المرحله نبدا نزيد في الفرينه حتى نتحصل على عجينه الصابلي العاديه. اذا هذه هي العجينه اللي تحصل عليها، ها اللي راني طميتها. تقريبا ترفد لكم 250 غرام تاع الفرينه. نحاولوا نخلوها شويه طريه لانه العجينه ديالنا راهي فيها النشا، باش كي نخلوها ترتاح شويه ما يشرح حتى يبس لنا. راكم تعرفوا النشا يعني عنده الخاصيه تاع ينشف الحاجه. فوالا بهذا الشكل نغطوها بفيلم غذائي، ومن الاحسن ندخلوها للثلاجه ترتاح. تقدري حتى تحضريها ليله من قبل، انا راح نخليها ترتاح غير واحد نص ساعه برك نعاود نرجع معاكم ان شاء الله. العجينه ديالنا راني خرجتها من الثلاجه، العجينه ديالي راني حنشكلها في هاد القوالب هادوما، هاهم ليك بهذا الشكل هادو. تلقاوهم عند اللي يبيعوا مواد الحلويات، كاين كاري وكاين مدور. هذا الكاري فيه 4 سنتيمتر وهذا المدور فيه 5 سنتيمتر في القطر ديالو، يعني ماشي لازم، ولكن هما كي صغار يجوا بزاف شابين، والحلوه ولا لي تارتولات ديالنا يجوا متحوفين. اللي ما عندهاش تستعمل هادوما الصغار كذلك العادي، هادوما ملاح ثاني هاملي، يعني استعملي الشيء اللي يكون عندك. ناخذ شويه تاع الفرينه نرش شويه مكان العمل هنا بلا فارين، وناخذ اون بول من العجين نحطها لداخل ونشكلها حتى تاخد هذاك الشكل المربع تاع هذا الاطار. هذا ما نديروهم خشن بزاف، ما نديروهم رقيق، توجور نديرو لافارين من تحتها باش نقدروا نحركوا هكذا الاطار ديالنا بكل سهوله. بعد ما شكلت العجينه ديالي هنايا خلاص، ناخذ هكذا كوبات ولا سكين ونقطع هذاك العجين الزائد هكذا بهذا الشكل هذا. تنتحصل على هذا الشكل، هذا الاطار هذا تاع هذا العجينه. نحطهم في صينيه ونكمل الشكل هكذا بهذه الطريقه حتى نكمل كامل العجين اللي عندي.
فوالا البنات، راني كملت شكلتهم، دوك ندخلهم الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية حتى يطيبوا مليح، ياخذوا هذاك اللون الذهبي تاع لي تارتولات. لي فون دو تارت هام ليك هنا راهم طابو، راني خرجتهم من الفرن، نخليهم يبردوا شويه وراح نشوفوا الشكل ديالهم كيفاش جاو. هام ليك هنا بعد ما بردوا نديمولوهم بكل سهوله ونتحصلوا على هاد لي فون دو تارت هادوما بهذا اللون الذهبي هذا. هام ليك نحاولنا فاسيلمون خاصه بعد ما يبردوا. نروحو دوكا نحضروا مع بعض الحشو باش نحشيو هاد لي فون دو تارت ديالنا. لتحضير الحشو تاع هاد لي تارتولات عندي غير زوج مكونات فقط، ما كان ني كريم باتيسيير ني كريم ديبلومات، عندنا واحد الحشو بزوج مكونات لا غير. عندي في الوعاء هنايا كميه من الفراوله مقطعه الى مكعبات حوالي 300 الى 350 غرام من الفراوله، وعندي زوج اكياس تاع فلون بذوق الفراوله، ممكن نستعملهم كامل وممكن لا، كل كيس فيه 50 غرام. راح نوضح لكم مليح الطريقه. ناخذ وعاء تاع الميكسور ونحط فيه الفراولة ديالي الداخل، نكسي هاد الفراولة حتى تحصل اون بيوري دو فخاز. نصفي الفراولة هاديك باش نتخلصو من هادوك الحبيبات اللي يكونوا لداخل. انا نكمل نصفيها ونزيد نرحي هاد الكمية اللي بقاتلي ومن بعد نعاود نرجع معاك. بعد ما رحيت الفراوله وصفيتها كامل هنايا، راح نحط عليها غير كيس واحد من الفلون تاع الفراوله، لانه الكميه هذيك تاع لابيوري اللي تحصلت عليها تقريبا يعني جات نص ريتله ولا اقل شويه من نص ريتله، لذلك نحط لها غير كيس واحد فقط من الفلون، وكيس واحد راهو رايح يكفيني باش يجمدها لي داخل هذوك لي تارتولات. نحط الكاسرونه ديالي فوق النار ونبقى نحرك فيها حتى تعقد هاد الكريمه هذه. نصل الفراولة ديالي هنا للغليان، خلاص نطفي عليها، نزيد لها شوية برك من عطر الفراولة، سيغتو لي الأخوات يستعملو فراولة ما تكونش حمراء بزاف، هذا حيعزز لنا الذوق وكذلك يزيدنا شوية في اللون، ممكن تستغناي عليه. نخلط، بعدها نفرغ الخليط داخل لو فون دو تارت ديالنا. يعني كيما بما انه الحجم ديالهم راه صغير ما يرفدوناش بزاف، وندخلوهم للثلاجه نخليهم يبردوا ونروحوا نحضروا مع بعض الكريمه. نحضروا الطبقه الثالثه اللي هي عباره كذلك عن كريمه، نحتاجوا لتحضيرها هذه المقادير. عندي هنايا 75 غرام لا كريم فخاش السائله القشده السائله، عندنا 100 غرام من الشوكولا البيضاء، وعندي ملعقه كبيره من غبره الشونتيي. راح نعطروا هاد الكريمه ديالنا بالعطر لاباتاروم ولا مركز تاع عطر الفراوله ولا تاع الكاسيس ولا تاع الفرومبواز، كيما انا راح نستعمل اليوم تاع الفرومبواز لاني نحب بزاف هاد الذوق ويتماشى كذلك مع الذوق تاع الفراوله. اذا هاد لا كريم اللي من الفوق هي عباره على غاناج مونتي وشوكولا بلون. دونك هنا عندي كاسرونه راح نحط لا كريم فخاش ديالي السائله هنايا، وراح نحط الكاسرونه ديالي فوق النار حتى تغلي هاد الكريمه. الكريمه ديالي هنايا بدات تغلي، نطفي عليها ونزيد عليها وهي سخونه هكذاك هذيك 100 غرام تاع الشوكولا بيضاء، نقطعوها هكذا الى قطع صغيره. نخلطهم مليح مليح تدوب كامل هذيك الشوكولا، ومن بعد نخلو هذا الخليط يبرد باش نكملو التتمة تاع هذه الكريمه هذه. الشوكولا ديالي مع لا كريم فخاش بعد ما بردو نفرخهم هكذا في وعاء، نزيد عليهم هذيك ملعقه كبيره تاع غبره الشونتيي، نزيد عليهم بعض القطرات من لوكو تاع الفرومبواز باش نتحصلوا على الذوق وعلى هذاك اللون الوردي، وندربهم مليح بلو باتور حتى نتحصل على كريمة شونتيي. نخلط قبل هكذا بالعقل في الاول باش ما طيرش هذيك لا كريم شونتيي غبره، ومن بعد ندرب بلو باتور. هاي
ليك لاغاناج ديالنا مونتي وشوكولا بلان راهي واجده. شوفوا القوام الكريمي اللي تحصلت عليه، وهاد الكريمه كذلك بنينه بنينه بالبزاف وتوالم، يعني نحشيو بها هكذا دي تارتلات كعكات ولا ديروها فوق موسكوتشو، راهي بزاف بنينه وحتى في القوام ديالها ومن بعد تبقى متماسكه. شون كريم اللي نديروها يعني في كاش حاجه اللي ما طيحش تبقى شاده روحها. دوكا نعمرها في اون بوش، نستعمل من بوش جوتابل، درت لها هاد لادوي نيميرو 68، نعمرها بهاد لاكريم هادي اللي ريحتها راهي دايره حاله ريحة الفرانبواز، يعني ريحتها بزاف شابه. بالنسبه لاكولور نتوما اللي تحكموا فيها، الا حبيتو بلو فونسي على هكذايا زيدوا من هذاك ليكستري هذاك، ونعمرها. تمد الكريمه هذه تاع الفراوله وتحكم روحها كيما راكم تشوفوا هكذا. الان التزيين ديالها بالكاناج مونتي او شوكولا بلون. بالنسبه لي درتهم مربعات، درت لهم هذا الديكور هكذا بهذه الطريقه. يعني الطريقه راهي موضحه في الفيديو. واللي مدورين درت لهم ان غوزا صبرك في الوسط، وطبعا نتوما يعني ديروا كيما تحبوا الشكل اللي تحبوه. ميني تارتولات في شكلهم النهائي في طبق التقديم هم ليك هنا امامكم. انا زينتهم هكذا من الفوق برشه فقط من ورد الفشوش، ما حبيتش نحط حبه فراوله من الفوق لانها راهي رايحه تغطي لي على هذاك الشكل تاع الكريمه، وحتى هما راه الشكل ديالهم بزاف صغير دونك يعني ما حبيتش ندير حبه تاع فراوله تكون كبيره من الفوق، فضلت نزينهم هكذا بهذا الشكل هذا. ويبقى التزيين والديكور يعني مساله اذواق، كل وحده تزين على حسب ما يعني على حسب ما تحب هي. الشكل ديالهم راقي جدا، راقيين لا من ناحيه الشكل ولا من ناحيه الذوق ديالهم، صدقيني راكي رايحه تبهري اي واحد يذوقهم. غيرنا خرجنا من هذيك لاكريم باتيسيير، بعدنا على هذيك لاكريم ديبلومات وعملناهم بحشو اقتصادي، كمية صغيرة تاع فراولة باطافلون عملنا أطيب وأروع حشو، عنده الذوق ولا تيكستور تاع حلقومة بذوق الفراولة. والكريمة هذه اللي عملناها من الفوق لاكاناج مونتي وشوكولا بلون هذه هايلة بزاف تاني، وتوالم نحشو بها الكعكات وعندها قوام رائع. طبعا اللي ما يقدروش يتحصلوا على القشدة السائلة ممكن تعوضيها بكاس تاع غبرة الشونتيي، طلعيه مع كاس الا ربع من الماء البارد ولا من الحليب البارد مع رشه من المركز تاع عطر الفراوله، وتزينيها بها تزيني بها عفوا في مكان هاد الكريمه هذه. كان هذا هو اذا الفيديو تاع نهار اليوم، كالعاده ما تنساوش تشجعوني بجام، خلوا لي تعليق، نشكركم على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.